مرحبا بي ماي جيست بيطلع عليكم بحلقه جديده لليوم، واليوم ضيفنا دكتور جيلبير بورجيلي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. من بعد هالفتره الطويله يعني رجعنا نعمل حلقات جديده، واليوم عنا موضوع جديد نحكي عنه اكثر يلي هو مشاكل الغده الدرقيه. اول شيء شو الاسباب او شو هو التشخيص حتى واحد يعرف انه عنده مشاكل بالغده؟ اوكي مية. هلا نحن صراحه عم نحكي عن هذا الموضوع لانه كتير شائع، صار في عنا كتير حالات زايده مؤخرا بموضوع الغده، لانه على طبيعه الاكل، على طبيعه الستريس اللي عايشها الانسان، على السموم اللي عم بتفوت على جسمه. هذا المرض اكثر بيصيب النساء، يعني بيصيب مرتين اكثر النسوان من الرجال. اوكي. له علاقه بكذا كذا عامل. في عنا رح نحكي بكل العوامل اللي بتأثر على أمراض الغدة. أول شيء عندنا نقص اليود بالجسم، هذا من قديم زمان كان لما ينقص اليود بالجسم الغدة تتضخم. ليش؟ لأن هالغدة بدها تعمل هرمون الغدة اللي هو هرمون الغدة الدرقية T3 والT4، بدها يود لحتى تعمل. إذا اليود ناقص بالجسم بتصير تتضخم الغدة لحتى تقدر تنتج أكثر. مشان هيك هذه صارت بالزمانات، وبعدين صاروا يضيفوا ملح على اليود. اوكي. سوري، يود على الملح. مشان هيك صار في شيء اسمه ايودايزد سولت، وهذه المشكله كثير خفت بس بعدها موجوده. بعدنا عم نشوفها. في عنا امراض الجهاز المناعي. اوكي. اوقات امراض الجهاز المناعي، المناعه الذاتيه عند المراه، مثلا المراه اثناء الحبل مثل ما كلنا بنعرف، مثلا الحبل هو بيكون في جنين بجسم المراه، هالجنين هذا بيخلي جهاز المناعه يضعف. ضروري يضعف جهاز المناعه لحتى جهاز المناعه ما يقتل البيبي، ما يقتل الجنين. سو بس ما تخلص المراه الحبل ويصير في انجاب الطفل، بهالمرحله هيدي كثير اوقات جهاز المناعه تبع المراه بيكون بين انه عم يقوى، بيكون كان ضعيف عم يقوى. بهالمرحله هيدي معقول جهاز المناعه يضرب الغده تبعها، بصير يسموه المناعه الذاتيه. سو بيجي جهاز المناعه بيضرب الغده تبع المراه، بصير عندها خمول بالغده. اوكي. هيدا واحد من اسباب كمان خمول. نحن عم نحكي هلا بالخمول، مش عم نحكي بافراط نشاط الغده. اوكي. عندنا كمان اسباب بيئيه، السموم بالجسم، الزيبق، الرصاص، الالومنيوم، كل هالسموم هيدي اللي عم بتفوت على الجسم معقول تقعد بقلب الغده وتخلي الغدة ما تشتغل مظبوط. بصير كمان الغدة النخامية بتعطي أمر للغدة الدرقية أن تشتغل زيادة، بتصير تتضخم، بتبين الواحد أنه الغدة طبعه متضخمة. في عنا كمان أسباب العلاقة، أسباب جينية، في أمراض جينية أوقات بتأثر على خمول الغدة، ها بتبين عن صغر. أوكي. لما يخلق البيبي، هلأ كل البيبيز لما يخلقوا بيعملون فحص الغدة. صح. سو في شيء اسمه كونجنيتال هايبوثايرويديزم، انه هي بتصير لما يخلق البيبي يكون عنده مشكله بالغده. هيدي المشكله اذا ما تعالجت بتؤدي للوفاه عند الطفل، لانه ما بكون عنده هرمون بالمره بالجسم. اوكي. سو واذا تعالجت بيقدر من بعد العلاج بكفي حياته عادي، بكفي حياته طبيعيه. بس اذا ما تعالج فيها تؤدي لوفاه، فيها تؤدي لمشاكل بالنمو، نمو الذهني والجسدي. اوكي. فيها تؤدي لكمان مشاكل بالاستيعاب، مشاكل بالحركة. بس ممكن يوصل لمرحلة يعمل هالتريتمنت ويخلص ويكفي حياته عادي، ولا هيدا لونج تيرم؟ إذا أول ما خلق الولد عنده مشكلة فيها بضل ياخده كل حياته. أوكي. وأول ما يخلق ما بيعطوه حبوب أكيد، لما في يبلع بيعطوه مثل قوت، بيجوا بيجوا مثلا نقطتين ثلاثة، بدهم يعملوا فحص كل فترة. يعني شغلة ثقيلة شوي بس كتير مهم إنه تتعالج. مشان هيك هلأ صارت هذه وزارة الصحة إنه عم يعالجوا كل الأشخاص أول ما يخلعوا أو يفحصون، عفوا. أوكي. يفحصون لحتى يعرفوا إذا في مشكلة، كل الولاد عم يفحصون. وهلأ في عنا إفراط النشاط. هيدي بتصير بسموها تايروتوكسيكوسيس، بصير الغدة تفرز كتير هرمون. هيدي بتصير أول سبب معقول يكون كانسر، إذا في سرطان مثلا، في عقدة عم تفرز هرمونات زيادة، هيدي بتبين على صور بعدين بنحكي فيها بالتشخيص. وكمان بتصير عند المرأة، أكتر عند المرأة. كل شيء أمراض المناعة الذاتية اللي بتضرب الغدة عند المرأة أكتر من الرجل. كمان إلها علاقة بالحبل. أوقات شو بيصير مثلا بالحبل؟ جهاز المناعة بيصير فيه تغيرات، بيضرب جهاز المناعة على الغدة، بيصير فيه ارتفاع بهرمون الغدة. بس لما تصير تتعب الغدة تفرز كتير هرمونات، بعدين بتخمل، بتضعف، ترجع بتصير تفرز أقل. يعني ببلش واحد بيصير عنده، تكون المرأة عندها إفراط بإفراز الهرمون، بعدين بصير عندها نقص، بعدين بصير عندها خمول. يعني أول مرحلة نكون عم نعالجها لإفراط النشاط، ترجع بعدين بصير عندها خمول غير علاج بصير. أوكي. سو بتنتقل من إفراط ل... وفي عنا كمان في أوقات بيكون في كمان إفراط زيادة نتيجة أدوية معينة. أوكي. في أدوية ضغط، أدوية قلب، أوقات مثلا بيكون واحد عم بيخدع فترة طويلة، فجأة، مش إنه فجأة بس إنه تفاعلت بجسمه، بتعمل له مشكلة بالغدة، بتصير تفرز الهرمونات الزيادة. وفي عنا مثل ما قلنا العقد، في عنا كمان موضوع السموم، كمان في أوقات سموم معينة بتخلي الغدة تنشط زيادة وتفرز زيادة.
وفيها تكون كمان الولد اول ما يخلق فيكون عنده كمان هيدا المشكله. اوكي دكتور، عطول عنا تشخيص للحالة يعني ممكن، وعن عوارض كمان ممكن نعرف من خلالها. الولد اول ما يخلق بيفحصه البيدياتر وبيحوله وبيقدر هو يتابع، بس الامرأة يلي بيصير معها خمول بالغدة ممكن يكون بعد عمر معين، مش بس من وراء الحبل يعني ممكن يكون ما بها شيء وفجأة صار يصير عندها عوارض، نعرف عندها خمول بشغل الغدة او افراط. مظبوط. شو هن العوارض؟ 100% هيدا الموضوع كثير مهم، انه الشخص شو العوارض اللي لازم يحسها ليجي يفحص الغدة. اول شيء بالنسبة لخمول الغدة، العوارض هي زيادة بالوزن، هي خمول، تعب، نوم زايد. يعني بقول الشخص مثلا صار بنام 10 ساعات بس ما بحس حالي مثل كأنه نايم نشيط، ما بوعى الصبح نشيط، بهر شعره، مشاكل بالأظافر، جفاف بالبشرة، امساك، كآبة، معقولة تعمل كآبة، معقولة كمان تأثر على الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع السكر، لأنه okay. كمان بيزيد الوزن. مشان هيك هلأ أول فحص بينعمل حيالة شخص عنده زيادة بالوزن بيعملوا فحص الغدة حتى يتأكدوا أنه ما نصبه. صحيح. هلأ في كمان عنا شيء الخمول اللي بيجي مع العمر. أوكي. هيدا كتير شائع، كل الهرمونات بالجسم تنقص مع العمر. يعني بعد سن 30 تنقص 2% بالسنة، بعد سن 30 كل الهرمونات بالجسم. أوكي. واحدة منهم هي الغدة الدرقية، مش ضروري انه يصير تحت المعدل واحد بس بصير على الحفة الواطية من الطبيعي. بصير كمان بتحس المرأة انه مثلا ما عاد فيها تنزل بالوزن، صار عندها خمول، صار عندها كآبة، صار عندها هالشعر، كسل، سو كتير كتير اوقات ما عم بينفحص الغدة وبكون هي واحدة من الاسباب. وفي اوقات بكون في كذا سبب، مثلا واحد عنده نقص بالحديد، مشكلة بالغدة، اتنينيتهم بيأثروا على تساقط الشعر. بقى لازم على طول الغدة تنفحص بحيالله فحص. اوكي. وهون كمان بنشدد انه لازم يكون بفحص روتيني. أوكي. يعني كيف واحد بيفحص الكوليسترول والسكر لازم يفحص الغدة. ليش؟ لانه اذا بدنا ننطر ليبلشوا العوارض معناتها كتير تقدمت الحالة. اوكي. فنحن مفروض نفحصها. يعني واحد لما يروح يعمل فحص كوليسترول وسكر ما بيكون عارف انه عنده كوليسترول او صح. سكر، بس عم يطمن باله زاد شيء بالغده، زاد شيء بالغده، لانه هيدي الهرمون كثير مهمه وعندها 400 وظيفه بالجسم. يعني أوكي. بتاثر على كل شيء حتى على الشرايين القلب. يعني كثير مهمه. هلا عوارض الافراز الزايد، الافراط في النشاط، هي جحوظ، بصير الواحد العين بارزه لبرا، في عنا تساقط كمان الشعر، في اشياء بتكون نفس الشيء بين مشتركه، وفي عنا الخمول، التعب، مشاكل بالنوم، بصير واحد ما يقدر ينام بالليل، بيضعف كثير بدون سبب. اوكي. هونيك عنا امساك، هون عنا اسهال اذا راح في نشاط مفرط بالغده، وفي كمان عصبيه زايده عند المراه بتخربط الدوره الشهريه، وحتى كمان بالخمول بتخربط الدوره الشهريه عند المراه. معقول تأثر كمان على القلب، ضربات قلب سريعة، يعني في ناس بيضطروا يروحوا على الطوارئ لما يصير قلبهم يدق بسرعة بيرتفع الضغط. كلها هيدي عوارض ارتفاع الغدة الدرقية. اوكي. لكن لازم هالفحص يكون مثله مثل كل فحص، وقت نعمل فحص الدم كمان نفحص الغدة تنشوف أكيد. إذا عم تشتغل صح ولا لا، لأنه كمان ببين بالفحص إذا رح عم تقشط واطية أو عالية، على القليل بيكون معنا على القليل أنديس تننطلق منه لعمل الغدة بجسمنا. كنت بدي أسألك، اليوم كتار من الناس مأجلين فحوصات بدهم يعملوها، مأجلين فحص دم الروتيني بيعملوه من وراء قصة الكورونا الشائعة بلبنان وبالعالم. في خطر وقت واحد بده يروح يعمل فحص دم، انه بخاف على حاله انه لاقوم انا اروح اعمل فحص دم والقط كورونا تنقول. هلا هي صراحه اذا نحن بدنا نمشي حسب ارشادات وزاره الصحه، حتى العمليات المش ضروريه هلا لاغينا. يعني تصور اذا واحد بحاجه لعمليه بس ما لنا شيء ضروري عم بيتاجل، حتى شركات التامين هلا ما عم تعطي موافقات على عمليات الا اذا كانت ارجو. سو بطبيعه الحال هلا اذا في فحص دم بده ينعمل في تاجل. وفي شغله ثانيه العالم فيها تستفيد منها، في كثير مختبرات هلا بيبعثوا حدا على البيت بيسحب. اوكي. هون اول شيء نحن خففنا انه نعرض هالمريض هيدا طلعت الاسانسور النطره بقلب المختبر، ومفروض هلا المختبرات هن مسمح لهم يفتحوا، يعني فيهم يفتحوا، بس لازم يكون في شيء اسمه المسافه الامنه. أوكي. يعني ما لازم يكون في عجقه كثير بقلب المختبر. وكل المختبرات الستاف تبعهم، كل الاشخاص اللي عم يشتغلوا كلهم حاطين كمامات، ولازم كمان الشخص يحط كمامه. واذا في فحص ضروري انا بنصح الشخص انه لا يروح يعمل الفحص، بس انه يتاكد انه هذا المختبر رايح عليه انه مختبر عم يتبع هالاشياء الاحتياطات يلي التعليمات اللي حطتها وزاره الصحه. واذا في اجل بكون ما في اجل ما في مشي. بس بموضوع افراط نشاط الغده هذا بينعد على فكره حاله طارئه.
يعني في ناس بفوتوا على المستشفى فيها سو هيدا اكيد تعاد حالي طارئ انا بصير قلبي يدق بسرعه بصير الضغط يرتفع وفي شغله بس كان بدي زيد على موضوع الفحوصات مش بس مهم انه نعمل احنا هو 3 فحوصات تي 3 تي 4 تي اس اتش لازم نعمل فحص للمضادات المناعيه عند المراه خصوصا المراه يلي كانت حبلي بالسنه اللي مرقت او صار عندها حبل مره او مرتين بحياتها لانه كثير اوقات المراه الحبلي بعد الولاده ما بيبين دغري على تي 3 تي 4 تي اس اتش بيبلش جهاز المناعه يضرب الغده اوكي يعني كثير اوقات بشوف نسوان عندهم تي 3 تي 4 تي اس اتش اللي هي هرمونات الغده طبيعيه 100% نجي بنعمل فحص لجهاز المناعه بنشوف جهاز المناعه بيضرب الغده معناتها اذا ما عالجنا المشكله بعد سنه او سنتين بده يصير عندها خمول بالغده سو فينا نتدارك المشكله قبل من قبل قبل ما تصير قد ايه لازم يكون معدل تيترو تي 4 تي اس اتش هلا المعدل على حسب كل جسم هلا معدل طبيعي انتبه هلا هذا موضوع كثير مهم هو مش هلا بالمختبرات عاده شو بحط المعدل لكل العالم بس هذا صراحه ما انه شيء دقيق أوكي. يعني ما في اجي انا قارن مره عمرها 30 سنه بمره عمرها 70 سنه يعني اجي مثلا التيترو لنفترض الطبيعي بين الاثنين للاربعه طبيعي أوكي. وبيجي الشخص عنده 2.1 ايه حكيم انا الغده عندي طبيعيه لا ما انها طبيعيه لما انت بتجي على الحف الواقي اذا مره عمرها 30 سنه مثلا الطبيعي بين 2.4 لازم اقل شيء تكون بالنص اقل شيء فوق 3 اوكي فاجت لعندي حدا مثلا عمرها 30 سنه و2.1 منه منيح بلا سوري مدام منه منيح هذا الفحص اوكي لازم يكون فحصك احسن انا بقريها بطريقه حسب العمر أوكي. بينما المختبر لا بحطها لكل الاعمار ذات الشيء اللي هو منه شيء مزبوط يعني أوكي. حسب هي حسب العمر لازم تكون مشان هيك على طول بس ناخذ نتيجه فحص الدم نروح عند الطبيب 100% اذا موضوع بس بدنا نشوف اذا في حد نجم الفحص ساعتها ما في لزوم واحد يروح عند الطبيب الكمبيوتر بيقري له اياها ساعتها لشو لحتى نروح بس لازم الطبيب هون يشوف حسب العمر حسب حسب الشخص حسب العوارض الصحيه اللي مرق فيها بكون متابع المريض وحسب قد ايه كانت قبل لما صرت وحده عندها التيترو كان 3.1 من سنه هلا 2.1 طبعا انه ليش قشط بيجي بقول لها انا اوكي ما بك شيء تعي بعد سنه بعد سنه بيصير 1.9 هلا صار لازم نعالج لا اذا قشط اذا تغير مشان هيك على طول بالمختبر بيحطوا بريفيس ريزلتس قد ايه كان وقد ايه صار لازم ننتبه على هالشيء اذا كان 3.1 صار 2.1 مع انه بالمعدل الطبيعي بس معناته عم ينزل صح سو هون بيجي انا بعمل لها فحص المضادات المناعيه بشوف ليه نزل اهم شيء بالطب نعرف السبب هيني كتير اجى قال لها خذي حبه الدواء وخلصت حبه هيدا التايروكسين 100% في لو تاخده مدى الحياه طيب اوكي ما عرفنا شو السبب وهذا السبب يلي اثر على الغده الدرقيه طبعا ممكن ياثر على غير شيء مشان هيك على طول لازم نعرف السبب مش بس والله ناخذ حبه التيروكسين بكل شيء بالحالات الجسم بالامراض كل شيء لازم نعرف مزلوب. السبب دكتور عند الاولاد قد ايه لازم تكون تيترو هلا عند الاولاد غير موضوع نهائيا مشان هيك اوقات كمان هول الريفرنس رينجز الفالوريت اللي حاطينه بالمختبر الطبيعيه كثير اوقات الاهل بيتصلوا فينا حكيم ابني عنده زياده بالغده هو عند الولد اكثر بتكون يعني أوكي. اذا الطبيعي عند الادولت عند الانسان ريش 2-4 عند الولد لازم تكون 2-6 بضل طبيعي معه أوكي. للستة اوكي سو بيكون الافراز اكثر والتي اس اش اللي هي الغده الهرمون بيفرز من الغده النخاميه الطبيعي للـ5 أو 6 بينما أوكي. عند الكبير للـ4 سو حسب كمان كبير او صغير مفروض كمان هني عاده المختبرات اذا تحت ال 14 سنه الولد بيكون عنده غير بحطه غير ريفرنس بس في كمان مختبرات ما عم بحطه مشان هيك في ناس عم تخاف اوقات انه بتضيع صح 100% اليوم عرفنا نشخص انه في عنا حاله بالمشاكل بالغده الدرقيه كيف بنبلش نعالج اوكي هلا اول شيء هلا فينا نحن في العلاج هو شقين اول شيء بدنا نعالج العوارض يعني هلا اوكي نحن مهم نعرف السبب بس ما فينا ننطر لحتى نلاقي السبب يمكن تاخذ معنا كذا جمعه لحتى نعمل فحوصات دقيقه لنعرف شو السبب لازم اول ما نعرف شو المشكله نعرف انه في مشكله بدنا نعالج انا افترض في خمول بالغده بدنا نعطي التيروكسين أوكي. اول فتره لكن عرفنا شو السبب اكيد اذا في افراط بالنشاط في ادويه لحتى تخفف النشاط عائله الكربيمازول بسمون هول الادويه بخففوا نشاط الغده بس اذا في نشاط زايد بدنا نعطي كمان ضربات قلب سريعه بدنا نعطي كمان دواء ليخفف ضربات القلب مثل الاندرال بروبرانولول وهالقصص او اوقات المريض بيضطر يروح على المستشفى واذا صار في افراط كتير كتير زايد اوقات بحاجه المريض لياخذ اليود المشع اوكي اليود المشع بس هيدي اكيد اخر مرحله يعني اذا ما في شيء زبط بنعطيه مش اول ما نحن نكتشف انه في افراط بالنشاط بنقول له روح على المستشفى خذ ابره تيود لا أوكي. هاي لازم تكون اخر حل لانه لازم يعرف الشخص لما ياخذ ابره تيود المشع رح الغده تبعه ما بقى رح تشتغل رح يضطر ياخذ تيروكسين
اوكي سو يعني بيكون عشان هيك بيعطوه هيدا هو اليود المشع هيك بيعطوه بحالات او اذا حالات السرطان اذا أوكي. في عندنا مثلا مثل عقدي عم تفرز هرمون زياده بدنا نقتلها بنعطي يود مشع لحتى نقتل ال اوكي عمله هلا بقى هيدا بنعطي وانه بدنا نفتش على سبب العلاج هلا بموضوع خمول الغده شو السبب بدنا نشوف جهاز المناعة عم يضرب الغدة إذا جهاز المناعة عم يضرب الغدة بدنا نعرف شو اللي عم بيهيج جهاز المناعة إذا الشخص مرة بدنا نشوف مثلا بلكي الاستروجين عنده عالي مثلا أوكي. كان الاستروجين كتير عالي بجسمها بالحبل وبس ما ولدت معاد نزل ضلوا عالي أوكي. الاستروجين العالي بيهيج جهاز المناعة جهاز المناعة عم يضرب الغدة بلكي في حساسية على الأكل بلكي في حساسية على الجلوتين على القمح على الحليب سو هذا كمان بيهيج جهاز المناعة جهاز المناعة عم يضرب الغدة بلكي في نقص بهرمون الكورتيزول اللي هو بيعدل جهاز المناعة بالجسم يلي هو الكورتيزون يلي كل العالم تعرفه جسمنا كمان بيفرزه صح سو إذا واطي هيدا بيتهيج جهاز المناعة بيضرب الغدة إذا في إفراط بالنشاط الغدي كمان بدنا نشوف إذا جهاز لأنه جهاز المناعة كمان أوقات إذا ضرب الغدة بيصير في إفراط بنشاطها كمان بدنا نشيك على جهاز المناعة بدنا نشوف إذا في سموم بالجسم بدنا نشوف اذا في عقد بدنا نعمل صوره للغدة نشوف اذا في عقد هي عم تفرز هرمونات زياده لان نتاكد انه ما في لا سمح الله امراض سرطانيه بالغدة عم تؤدي لافراز الهرمون الزايد وبدنا نتاكد كمان من موضوع الهرمونات الثانيه يعني بدنا نشيك كل الهرمونات بالجسم لانه الهرمونات بالجسم كلها مترابطه ببعض وهيدي بدنا نشيك هرمون النمو هرمون الغده الكظريه لنشوف اذا في مشكله بحيالله غده تانية عم تاثر على الغده الدرقيه اوكي لازم نعمل فحص الهرمونات من وقت للتاني اكيد كل سنه كل سنه لازم نعمل على صحه السلامه حتى اذا ما حسينا هلا اذا حسينا بعوارض اكيد دغري يعني كل مره عم تلخبط عندها الدوره الشهريه لازم تفحص الغده كل مره عم بيصير عندها زياده بالوزن او شيء لازم باين الفحوصات يكون وكل شخص مره او رجال او طفل او الا شيء لازم يعمل فحص الغدة على شيء مرة بالسنة. أوكي. فننتبه على هالشيء لأن هذا الموضوع كتير مهم وممكن يخربط لنا كتير أشياء بجسمنا بلا ما نعرف. اليوم العلاجات قلت لي ممكن تكون ثلاثة مثل ما ذكرتهم حضرتك. بس كمان الوقاية هي عطول اللي مركز عليها بمقابلاتنا مع حضرتك. كيف لازم واحد ينتبه؟ طبعاً. هلا بالنسبة للوقاية بموضوع الغدة لازم أهم شيء نحنا. ان اول شيء نشيك على الفيتامينات والمعادن بجسمنا كنا حكينا بالاول على مشاكل اليود صح اثبت دراسات ان نقص اليود هي واحد من العامل الاساسيه يلي بتخلي الغده يكبر حجمها يصير في جواتر يكبر حجم الغده ويصير في خمول بالغده لان الغده بتتعب بدها يود ما عم تلاقي يود بتصير تتعب لحتى تنتج الهرمون بدنا نفحص اليود بدنا نفحص السيلينيوم معدن السيلينيوم كمان هو ضروري لحتى الغده تفرز هرمون الغده بدنا نفحص كمان الفيتامين دي كمان طلع عنده دور هلا مؤخرا بموضوع الغده بدنا نفحص كمان المغنيزيوم كلهم هول لهم دور اساسي بموضوع الغده وبدنا نفحص شيء اسمه امينو اسيدز الامينو اسيدز اللي هن الاحماض الامينيه يلي مثل التيروزين التيروزين هو واحد من الاحماض الامينيه جسم الغده بتستعملها لتفرز هرمون الغده سو اذا هيدا كمان ناقص لازم نعالجه هيك الواحد بيعمله هلا هول وين موجودين كلهم بالبروتين البروتين الحيواني اللحم سمك دجاج خضره الفواكه وقد ما فينا نبتعد عن السكريات والنشويات لانه هو بيخففوا امتصاص الجسم للاحماض الامينيه وللاشياء المنيحه اللي الجسم بحاجه لها يفرز هرمون الغده سو هيدي وحده من الوقايه والوقايه الثانيه هي انه السموم بالجسم أوكي. يعني السموم بالجسم كمان اثبت دراسات انه هي بتعمل خمول بالغده اوكي ولازم كمان ننتبه على موضوع ال الموضوع الهرمونات عند المرأة الحبلة وعند كمان الرجل لما يكبر بالعمر كمان بصير في عنده نقص بالتستوستيرون ومشكلة بالهرمون الكورتيزول كولي كلهم الهرمونات لازم واهم شيء كمان النوم الصحي الاكل الصحي كلها هيدي كمان بتاثر على وستريس وستريس كيرسي ليش لانه ستريس بيعلي هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون الضغط النفسي سو اول فتره ما في مشكله بيعلى الكورتيزول الجسم قادر يتحمل بس على فتره طويله شو بيصير بيتعبوا الغدد الغده الكظريه اللي بتفرز كورتيزول بتتعب بينقص الكورتيزول الكورتيزول بتهيج جهاز المناعه بتهيج جهاز المناعه بتنضرب الغده بعتقد هلا بعد فتره الستريس اللي مرقنا فيها واللي قادمين عليها لازم كلنا نعمل فحص الغده طبعا اكيد 100% لانه الستريس هلا العالم كنا ستريس كورونا هلا رايحين على ستريس اقتصادي معيشه 100% يعني مشان هيك هلا هيدي الامراض كترانه كل الامراض اللي لها علاقه بس يعني ستريس هو مرض بالجسم صح. يعني بيفتك بالجسم
وبيعرض الشخص لكثير امراض. يعني كل الحلقات نحن اللي عملناها كلها بنحكي انه ستريس كيف بيأثر وبيؤدي لموضوع معين. وبالنسبه كمان للوقايه بالنسبه للطفل اول ما يخلق, هون عم نعمل نحن واجباتنا كل الاولاد اللي عم يخلقوا عم بيعمل لهم فحص. بس كمان في شغله بدنا نقولها للاهل, مش انه اذا عملنا لهم فحص اول ما خلقوا يعني خلص ما بقى عنده مشكله. يمكن بعدين تبين, يمكن بعدين تبين. وفي وهيدي واحدة من أسباب ليش مشاكل عند مشاكل نمو عند الأطفال. سو أهم شيء نحنا هلا إحنا ككبار في أوكي مسؤولين عن نفسنا, بس الأهل مسؤولين عن أولادهم. إذا حسوا في شيء غلط لا لازم يأخذوا الولد عند الحكيم, يعني يعمل فحوصات, مش إنه يعادي بكرة بيرجع بيكبر أو مثلا بيصير يقولون إيه ما بيا شيء ينطروا عليه. إذا نطروا عليه بالعكس المشكلة بتصير بتأخر, فكروا حاله عم أخروا المشكلة بتصير عم بتزيد, بتكون عم بتزيد لأنه ما سبب المشكلة ما تعالجت. وكمان منقول شغلة كتير مهمة بموضوع الوقاية, إذا نحنا في عنا مشكلة بالغدة الحل منه بس إنه ناخد الدواء. أوكي. مش إنه ناخد تايروكسين مدى الحياة. إذا ما نعرف شو سبب المشكلة ليش صار في خمول بنكون نحنا علاجنا ناقص. وهيدي المشكلة اللي سببت خمول بالغدة رح تسبب خمول بشي تاني بعدين. سو أهم شيء نعرف شو سبب المشكلة ونعمل وقاية للأعضاء التانية ما ترجع تنضر. ما يصير في مشكلة مثلا بالمبايض بالرحم بالثدي عند المرأة, يلي هي إذا مثلا المرأة عندها مشكلة بجهاز المناعة, جهاز المناعة ضرب لها الغدة وصار في خمول بالغدة. طب ما هي جهاز المناعة معقول يضرب المبايض يصير في تكيس كمان بالمبايض, معقول يأثر على الصدر يصير في تكيس بالصدر. سو مفروض نعالج سبب المشكلة مشان هالمشكلة ما تضرب أعضاء تانية بالجسم. أوكي. وحتى عند الولادة كمان عنا عدة أسباب ممكن نرجع لها, مش إنه نقول خلق هيك الولد. مظبوط 100% عند الولادة كمان بيكون في أسباب معينة. هلأ في موضوع مرض جيني اسمه congenital hypothyroidism, هذه في مشكلة بالجين بتكون أوكي فهمنا, بس مش على طول بيكون في مشكلة بالجين, في يكون سبب تاني. في يكون مثلا لنفترض الولد تعرض مثلا لسموم معينه لادويه معينه كانت عم تاخذها الام اثناء الحبل, بدنا نشوف هيدا الشيء اللي سبب خمول بالغده بلكي سبب شيء تاني عند الولد. سو مشان هيك لازم نطلع على المشكله بكل جوانبها مش نركز بس على شغله واحده. صح 100%. واكيد لا تعرفوا تفاصيل اكثر عن اي موضوع فيكم تتواصلوا مع دكتور جيلبر ابو رجيلي على رقم التليفون 03568408. دكتور بعرف قبل ما نختم حلقتنا هيك بناخذ منك كم نصيحه تعال نختم حلقتنا, شو بدك تقول للمشاهدين يلي بعدهم هيك عاملين بانيك من قصة الكورونا؟ هلا بالنسبة لموضوع كورونا صراحة مثل ما عم نشوف الأرقام أكيد أحسن بكتير هلا صرنا نحن يعني بين الدول اللي صراحة اللي قدرنا سيطرنا على الوباء من الأول. وقدرنا بالحجر الصحي صراحة, يعني نحن نتشكر كل العالم اللي قعدت ببيوتها لأنه هالشي وصلنا لحتى اللي نحن نوصل اليوم لأنه حدينا من انتشار المرض. ولما نحن عم وزارة الداخلية عم تقول انه العالم صار فيها ترجع تطلع تدريجيا, هيدا الشيء مبني على ارقام معينه. والحجر هيدا عم بيوقف تدريجيا, يعني احنا عم نشوف اول مرحله كيف عم بيصير. هلا قطعت اول جمعه كتير منيح صراحه لحديت هلا الشيء اللي عم بيصير, العالم كتير عم تنتبه ونحن فينا نطمن العالم انه نحن المرحله الصعبه اكيد قطعت, مش معناتها خلص ما بقى في مشكله. بدنا نضل ننتبه لما نطلع من البيت بدنا نحط كمامه, مش مشكله اذا حطينا كمامه. إذا رحنا على السوبر ماركت ونحط كمامة, الإرشادات, المسافة الآمنة, المحلات على طول لازم تعتمد المسافة الآمنة. إذا نحنا مشينا حسب الإرشادات اللي عطينا إياها معناتها نحنا من هلأ لشهر إن شاء الله نكون خلصنا إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور جيلبر أبو رجيلي, لكن هذه كانت حلقتنا لليوم. بكرة حلقة جديدة, مرسي لكل يلي تابعونا. تتواصلوا معنا أكثر فيكم تعملوا لايك لبيج قصتا تي في على الفيسبوك وتتواصلوا معنا, أو عبر إنستغرام أكاونت تي تايم وذ رنا اللي عم نطلع كل يوم بحلقة مباشرة وإن شاء الله بتكون ضيفنا قريبا عبر إنستغرام. لكن بكرة حلقة جديدة, خليكم بالبيت وانتبهوا على حالكم, إلى اللقاء.